متتبعي قناة فاسبوريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. مجموعة من متقاعدي الطوبيسات في مدينة الدار البيضاء نظموا حوالي 17 وقفة احتجاجية، أقول 17 وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بواحد المطلب بسيط، وهو الحصول على بطاقة مجانية لركوب حافلات شركة أزا لتدبر قطاع النقل الحضري، ولكن رغم ذلك لم يحصلوا على هذه البطاقة دي. من أجل مناقشة هذه القضية وعلاش هاد الناس باقي ما استفدوش من البطاقة المجانية، علما أنهم جلسوا وعقدوا جلسات مع مجموعة من النواب تاع عمدة مدينة الدار البيضاء، نستضيف السي محمد أخبريق، واحد من متقاعدي الطوبيسات كما تيطلقوا على الرسم، متقاعدي الطوبيسات في مدينة الدار البيضاء. السي محمد مرحبا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ. 17 وقفة احتجاجية، يعني الملف باقي معلق، تطالبون ببطاقة مجانية، واش بطاقة مجانية غير بطاقة مجانية تستدعي 17 وقفات احتجاجية اللي تديرو نتوما الآن؟ تماما أستاذ، هذه الوقفة 17 نتردد ما بين مجلس المدينة وما بين أرزاق، وبلقيناش المخاطب، بحيث كان مرة شي ثلاث مرات يعني النائب العمدة الأول والثاني بالك معنا بأمر ديال السيد العمدة على ما يقال، وكان عطوه المعطيات جميع المعطيات، تلك الديرة العمدة بحكم عندها شي ملفات عويصة إيه تنتهي من الملفات راه غادي، ولكن كتبقى مجرد كلام وتسويف لا قل ولا اكثر. بينما انك كنوقفوا السيد ما كنبقاش حتى من يتجاوب معنا، كنوقفوا كان بالعجزه بالشيوخ، ما كاينش المخاطب او يتجاوب معنا. انت ما حسيتوش بالملل يعني تديروا هذه الوقفات احتجاجيه؟ ما كاينش صدى، ما كاينش رد الفعل يعني؟ تماما استاذ، هو كما يقول لا حياه لمن تنادي، ربما هذا الانسان يمكن المشكل ديالنا حنا عندهم نقطه فؤاد لا يعير اهتمام، يمكن عندهم مشاكل السؤال ديال شأنهم، ولكن حنا أستاذ نرى الحق ديالنا، القانون الأساسي واضح اللي موقع كما أقول دائما منذ 1979 من طرف الوزير الأول آنذاك، اللي فيه البند 68 تيخول ديال الركوب اللي هو ديال جميع الوكالات دار الامتياز، في واحد البند 68 اللي تيخول ديال الركوب بالمجان في حالة التقاعد وحتى الزوجة أو اللي اقتضى الحال الأرملة والأبناء اللي هما تحت الكفالة. كل جميع الوكالات ديال المملكة يتبتعون بهذا المتقاعدين، إلا نحن قصونا هذا السؤال. وانتم في هذه الوقفة الاحتجاجية بديتوا تحسوا بأن يعني اليأس بدأت تتسرب لشي المتقاعدين، ولا بالعكس الناس باقيين يطالبوا بهذا المتقاعدين؟ لا بالعكس، يتكاثرون وقفة تلو الأخرى، الناس متشبتين بهذا الحق ديالهم، لأنه حق هذا، هذه ماشي مجانية تركوا. وعلاش دائما تركيزون على البطاقة المجانية؟ واش كاين المشاكل؟ البعض تيقول لك كاين مشاكل أخرى، ملفات أخرى اللي أكثر يعني أكثر جدية وأكثر ماشي بطاقة مجانية. وهو كذلك، كاين شي ملفات عويصة، حنا ما بغيناش نتطرقوا لها، حنا بغينا الهوية ديالنا، خصنا ناخذوا البطاقة ديالنا. اعترفوا بكم اعتراف بنا آنذاك لكل مقام مقال. حنا لحد الساعة باقي هاد الناس ما عطوش الهوية، أنا قضيت ما يناهز 40 سنة ما عنديش بطاقة الهوية. انت بديتي انت فيك انا اللي في 1973 وحيدت على التقاعد في 2013، ما عنديش بطاقة تثبيت الهوية اني خدمت، وانا افتخر اني انتم هذا القطاع. الحمد لله كما قلت قدمنا خدمات جليلة في مناسبات وطنية في دينية ريادية، حنا كنقولوا حنا السباقين في تظاهرات، ودائما المستخدم ديال النقل الحضري كيكون راه الإشارة. نقلنا الطالب الأمني الجمركي الدراكي الموظف جميع شرائح المجتمع، الطالب وهذا هو الجزاء أستاذ على التعليمات ديال سيدنا نصر الله يديك، راه تيقول لهم تسلطوا المواطن، تعطوا المواطن حقوق في افتتاح ديال البرلمان، والناس راه هذيك التعليمات كلها ضربوها عرض الحائط، وحنا ما نزلوش عندنا ما اعتبروش كبار السن ديالنا وجل الإخوان ديالنا مرضى يعانون، اللي ما عنده السكري عنده الضغط الدموي ويتساقطوا لك أوراق خريف، هذه يومين ماتوا ثلاثة خلونا دابا اقسم بالله ثلاثه، هي الارمله ديالو الزوجه ديالو بقات على العتيق ديالنا وبالابناء ديالو تحت تمدروس في سن تمدروس. واش المبررات ديال الناس لانه قلتي لي جلسوا مع النواب تاع العمده تاع الدار البيضاء، اش يقولوا لكم الناس هذا؟ ما تيقول لك اودي، تيقول لك ارزاق عندها خساره ديفيسيتير، وحنا شنو دربنا استاذ؟ ارزاق هذاك شغلهم، اما يراجعوا العقد اما سوء تسير هذاك، لا حنا لا يهمونا اللي كما يقال رابط السمع علقوا الحجام، حنا شنو دربنا؟ وكيفاش يتعاملوا معكم في الطوبيس في حاله اذا لقاكم يعني ما مخلصينش ولا هذا؟ كان الى كان بعض المراقبين اللي كانوا شي متشددين مع الاخوان
كيوقع داك الشلاءان كان المتقاعد يعني وقف الند للند راه كيتحداهم تيقول لهم سيروا فين ما بغيتوا كيسمع داك القانون الاساسي لقاوش واحد مسكين ضعيف امراه مسنه او رجل مسن كيبتزوه يخلص 35 درهم ولا كينزلوه كاين بعض الاحيان كيدوا لمراكز الشرطه كيديروا معاه محضر يعني انسان ضرب واحد المسار تاع العمل ديالو في الاخر تيقول لي حنا غير معنيين حتى لدرجه انه عنده واحد البطاقه كيركب بها قديمه اما ديال نقل المدينه او ديال الوكاله تيحاولوا يسحبوها عليه. بالنسبه لهذه القضيه تاع البطاقه المجانيه والحرمه ديال المتقاعدين بالبطاقه المجانيه واش تتعلق غير بكم نتوما ولا المتقاعدين جاوا من قبل؟ مثلا واحد المتقاعد شد التقاعد ديالو مع شركه ازا حاليا في 2019 ولا 2020 او في 2020 او في 2021 كيفاش واش عنده هذه البطاقه ولا ما عندوش؟ اتمنى استاذ هذا سؤال وجيه. هو من جهه هذا ارزا على ما اعتقد شهر 10 2019 كاين الناس تحلوا التقاعد من بعد جات ارزا شهرين او ثلاثه يتمتعون ببطاقه الركوب كتعطيهم ارزا بطاقه الركوب كمتقاعد ليه والابناء يعني هذوك معترفين بهم تمام كاين اللي قضى مثلا مع نقل المدينه قضى مده وجيزه ولكن من تحل التقاعد تصاب كيشتغل مع ارزا من تحل التقاعد عطوا ارزا يمكن يخدم 4 سنين 5 سنين استفد واحد دابا خدم 4 سنين 5 سنين استفد من بطاقه مجانيه وانا خدمت 40 سنه ما عندكش هذا تناقض ما فهمتش هذا طبقوا القانون اكثر من هذا دابا هذا القانون الاساسي اللي هو عندي نسخ منه استاذ وسلمناه لجميع المسؤولين ما فيهم العمده او ينوب عنا او ديال السلطه على كل حال وطالعوا عليه هذا القانون الاساسي اللي في 62 هاد ارزا تطبق جميع تطبقوا بحذافيره بالنسبه للترقيه بالنسبه للعقوبات بالنسبه للجميع عندها قانونين قانون ديال الناس المتعاقدين كتطبقوا ديال الشغل والقانون الاساسي ديالنا تطبقه بجميع حذافيره الا البرد 68 هو المقصد هو اللي ما كتطبقوش هذا سؤال مطروح ما لقيناش من يجيب مني كندوي مع المسؤولين كنقول دير ارزا تدير الرعد ربما البعض يقول بان الملف ديالكم ما كانش حاضر في اثناء توقيع تاع الاتفاقيه ما بين مجلس التعاون وما بين شركه ارزا هو ربما استاذ القيمي انذاك على الشان المحلي وانا من هنا انا لا الوم هذه العمده لاني ما حضرت في الاتفاقيه الوم العمده السابق ولكن حتى هي كانت نائبه العمده كانت نائبه وجل الاعضاء كانوا انذاك يعلمون الامور كي دايره واش هذاك كما اقول دائما هذيك الاتفاقيه واش غفلوا المتقاعد او جهلوه او ما قراوش الاتفاقيه كما اقول هي مكتوبه بالفرنسيه ربما ما قراوهاش في واحد 100 ورقه او كذا ربما غفلوا عليها او ما الا سبق الدوز باي وسيله وانا ذاك كان من الواجب يحضروا الفرقاء الاجتماعيين كما اقول يعني النقابيين كيحضروا تما ما حضروهمش اذا المساله لسو ادري ملغومه واش فيها ما لسو ادري اذا انتم الان تديروا وقفه احتجاجيه فين تشوف الملف فين شنو الخطوات اللي تقدروا ديروا مستقبلا هو استاذ دابا هاد ارزا حنا غنبداو نديروا وقفه ما بين ارزا ومجلس المدينه ولا اقتدى الحال غادي نمشيو المارينا كاينه الاداره ديال ارزا اقولها كاينه الاداره العامه غنمشيو نحتجوا تما على ارزا يدبروا شغلهم ما يبدا يقول لي انا مثلا ارزا عندها خساره ديال 50 مليار او كذا هذاك شان مؤسس انا لا يهمني 50 مليار هذاك شانهم واش 50 مليار السبب فيها المتقاعد يمكن كما اقول دائما يمكن سوء تسير اما العقد حنا يعطونا بطاقه ديالنا دركم هذا المتقاعد كما اقول دائما استاذ راه كيركب في هذا الطوبيس انا غادي يمشي يزور صديق ويدير تحليله وغادي يعطي الطبيب واش راه غنتسرى في الطوبيس هذا هذا كنقول دائما 60 واحد و70 واحد كيطلع متقاعد كما قلنا فيه 50 كيلو غادي ينزل لي الرويد علاش؟ وجل ما دخلش انا في حياتي واش عندكم واش ربطوا الاتصالات بالاحزاب السياسيه اللي كاينه في المجلس المدني في مجلس المدينه واش كاين واحد ولا استاذ ولا دابا كلهم جل الاحزاب راه لان القضيه ديالكم ما تكونش حاضره عاده في دورات مجلس المدينه ما لا دابا مني احنا مشينا يعني واحد النهار ندافعنا في مجلس المدينه جات السلطه استقبلنا من ينوب عن كلفات العمده طلعنا عند السيد النائب عطينا الملف عطينا القانون الاساسي عندهم ملف عارفينو عارفين الملف ديالك عارفينو عن ظهر قلب ولكن تياخذ القرار
لا كيجيك الجرأة باش يجي ياخذ القرار، وانتم هنا كتلبسوا الشأن المحلي ومن حقكم، راه دابا السيد العمدة راه رئيس هذه الجماعة ومن طو كدير رئيس مجلس التعاون، يعني عندها صفتين. ونغلو هذا الملف هذا ديالنا حنا، واش انتم كتعطيو الارض كتمولوها وشردوا الحافلات من اموال الشعب وما قدرتوش تفرضوا على ارزق هذا المتقاعد تعطوه بطاقه بينما المتقاعد ديال البلاد كيتمتع وكيستافد من جميع الخدمات، الا نحن قصونا والوطن راه للجميع ماشي لفئه دون اخرى. حنا راه بغينا نديروا البلبله او الصداع، ما راه حنا متقاعدين ما خصنا والو، راه كما اقول لهم راه لنا ثلاثة حقنا ما كلف الثمن، راه نلقاو وقفوا الوقفه الوقفات تلو الوقفات حتى ناخذوا حقنا بجميع ما اوتيناكم. راه كما اقول دائما الناس متحمسين، وهذا الاسبوع المقبل كما اقول دائما كاين الدوره في مجلس المدينه، وحنا غادي نوقفوا الاسبوع المقبل نهار خمسة نهار الخميس، يعني بالتزامن مع الدوره للتحسيس والابلاغ الصوت ديالنا. حنا راه ما ساكتينش، حقنا سندافع عن ما اوتينا من قوه، ما غنمتازش، حنا متقاعدين كما اقول دائما، الناس راه متحمسين الوقت هذا الحر نديروا مسيرات. بغض النظر عن المشكل اللي عندكم هنا، واش حتى المتقاعدين يعني في مدن اخرى اكادير طنجة عندهم هذا الاشكال ولا غير انتم في الدار البيضاء اللي عندكم هذا الاشكال؟ بالعكس انا كنطلب الاخوان ديال المتقاعدين يتمتعون بهذا الحق، حيت عندنا قانون اساسي. ولكن علاش انتم على هذا هو السؤال، علاش ما متمتعينش؟ هذا هو السؤال المطروح. دابا كنتصل بالمتقاعدين ديال الوكالات مثلا اكادير مراكش اسفي عندهم هذا الحق بطاقه مجانيه ولا غير تيطلعوا بلا بطاقه مجانيه تيطلعوا يتمتعون عندهم بطاقه كيصون يتمتعون الا نحن، بينما هذه الوكالات ديال الامتياز كلهم يتمتعون الا نحن يصيروا بواحد هذه القطاعات. هذا غير علما ان شركه الزا كاين ايضا في المدن الاخرى تماما. كاينه شركه الزا ف اكادير الناس يتمتعون، كاين في خريبكا كاين في طنجة. حنا الوحيدين اللي خصونا، لماذا استاذ؟ هذا سؤال مطروح. واش هاد الناس ما عرفوش بانه حنا الى اقتضى الحال حنا لازالت ايدينا ممدوده غادي في الحوار ثم الحوار، يقتضى الحال لا غنديروا من حقنا نلتجوا للقضاء. حنا عندنا ثقه الحمد لله في القضاء ديالنا، نلتجوا للقضاء نبقى نقيم نقوم بوقفه احتجاجيه وندير دعوة قضائية، والحمد لله عندنا الثقة في القضاء ديالنا وحقنا ما غننتزع ما كلف الثمن. الحمد لله احنا كما أقول راه في دولة الحق والقانون، راه ماشي كل من هب ودب غادي يجي يسير مجلس المدينة واحد ستة سنين ويدي لي حقي، لا هو يحافظ على المكتب ديالو يعطيني حقي أنا وطالب حقي. أنا ما محتاجش بطاقة بخمسة دراهم غنركب، بإمكاني نخلص خمسة دراهم، ولكن هاوي يا أستاذ اعتراف لا أقل ولا أكثر. سي أخبرك شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة فاس بريس، إلى اللقاء فرصة قادمة وحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي.